ما زلنا موجودين في منتجع نوفا في بطولة قفز الحواجز، وإلى اليوم الختامي اللي تألقوا فيه مجموعة كبيرة من الفرسان، ولكن بندر هو اللي كان نجم لهذا الحفل. المزيد في هذا التقرير. الختامي لمنافسات كأس المؤسس لقفز الحواجز في منتجع نوفا للفروسية، كانت الإثارة والتحديات في قمة ذروتها، والنتائج كانت على النحو التالي. نتيجة الشوط الأول، شوط الفرق، حقق فريق الأمن العام الأساسي المركز الأول بعدد 8 أخطاء. أما المركز الثاني فقد كان من نصيب فريق الصبل الأميرة سارة بنت سلطان بعدد 12 خطأ. أما المركز الثالث فقد كان من نصيب فريق الصبل العجمي بعدد 12 خطأ. أما نتيجة الشوط الثاني على نهائي كأس المؤسس فكان ترتيب الفرسان كما يلي: المركز الأول كان من نصيب الفارس بندر بن محفوظ على صهوة الجواد ساروجا. أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس مشعل الحربي على صهوة الجواد دايموند. المركز الثالث ذهب للفارس عبد الله خالد الراجحي على صهوة الجواد كورنيلكس. أول شيء الحمد لله رب العالمين على هذا التوفيق، أحمد الله وأشكره. الجولة الأولى كان عندي طبعا 4 أخطاء، كان في سوء تقدير في المسافة، كنت مسرع شوي فهديت متأخر على الحاجز رقم 5 وكلفني هذا الشيء 4 أخطاء. حاولت أني أحافظ عليها في الجولة الثانية والحمد لله الله وفقني وقدرت أحافظ عليها وأحط زمن سريع، كنت مطالب أني أحط زمن سريع إذا كنت أبغى الصدارة، وحاول احط ضغط على الفرسان اخواني الثانيين على اساس انه ممكن يرتكبوا اي خطا في اي لحظه واكون انا اسرع منهم عشان اتصدر، وانا كنت يعني اطمح للصداره طبعا لانه جاني امل على الجوله الثانيه بسبب الظروف الجو وكذا، توقعت انه الخيل يهبط مستواها، وحصاني ما شاء الله صغير في السن وكانت طاقته كويسه، فحاولت احط ضغط عليهم عشان احافظ على اللقب. الحمد لله حققت المركز الثالث في نهائي كاس المؤسس طيب الله ثراه. كانت المنافسة مرة قوية، الحمد لله عديت الجولة الأولى ب4 أخطاء، طيحت آخر حاجز الحمد لله، بس حققنا المركز الثالث وتأهلت ضمن العشر أحسن نتائج للجولة الثانية. حاولت أني أكون مرة يكون زمني كويس وحاول أني أحافظ على الأخطاء، بس أخذت عرق، بس الحمد لله طلعت مجموعة أخطائي 8 أخطاء والحمد لله حققت المركز الثاني. كل الفرسان المملكة يجهزون لهذه البطولة لأنها هي آخر بطولة في الموسم وأقوى بطولات السنة. توقعاتي كانت الفارس مشاعر الحربي، بس الله ما وفقه في هذا الشوط، بس الحمد لله. مبروك الفارس بندر المحفوظ ومشعل الحربي وجميع الفرسان. طبعا هذا اكبر كاس في هذا الموسم، كاس الملك عبد العزيز. حصلت على المركز الخامس، كانت المنافسه جدا قويه بالنسبه للعشره الاوائل، الفارق كان بس 4 أخطاء بين الجميع، والمنافسة ممتازة الحمد لله. والله التوقعات كانت بين يعني مشاري وخالد العيد وعبد الله الراجحي.